السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض بقى ايه؟ الخروب ان شاء الله. هقول لكم على طريقة الخروب زي بتاعة المحلات بالظبط، وهقول لك ازاي تضاعفي الكمية بتاعته من غير ما تزودي اي مواد حافظة ولا اي الوان ولا اي حاجة، وازاي تعمليه مركز وحلو، وازاي يطلع معاكي مظبوط ومكرمل. هنعمله معاكم بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم، بس المهم تكملي معايا ان شاء الله الفيديو للاخر علشان خاطر تشوفي التكات اللي هنعملها والخطوات اللي هنعملها عشان نطلع في الاخر بالنتيجة دي ان شاء الله. شايفين بقى اللون بتاع الخروب؟ هو باين فاتح في الكاميرا، بس هو لونه حلو مظبوط، يعني مش خفيف ولا تقيل. جربوه كده ان شاء الله تعجبكم الطريقة. ولو لسه مشتركتيش في قناة تشتركي وتضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة بنزلها. ورب الفيديو يعجبكم النهاردة كده، ويلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. معانا كده ان شاء الله المكونات بتاعتنا. ده نص، حوالي نص كيلو خروب مجروش. لما تجيبي الخروب ما تجيبيش اللي هو الناعم، تجيبي المجروش كده اللي هو الكبير شوية، ما تجيبيش الناعم قوي ده عشان ميبقاش حلو قوي في العصير. معانا حوالي كوبايتين سكر، لو عندك بقى سكر غامق سكر تومين استغليه في الوصفة دي. نروح مع بعض على النار بقى نشوف هنعمل ايه. هنا كده على النار معانا حلة، هنحط بقى ايه؟ السكر بتاعنا، بس هنسيبه بقى ايه يسيح معانا كده ويتكرمل شوية. ابتدى بقى ايه؟ شايفين كده يسيح؟ بسم الله. نجيبه تقليبة كده. طبعا الخروب نسيت اقول لكم لازم يكون ايه؟ مشطوف شطفه كده، بس عشان ايه؟ ننزل اي تراب. اهو شايفين بقى كده ابتدى يكرمل معانا. الكرمله دي بتدي طعم حلو قوي للخروب، يعني بيبقى زي الخروب الجاهز، بس مش الجاهز اللي بيتباع في الشارع، الجاهز اللي هو بيتباع في المحلات الكبيره، بيبقى فيه طعم حلاوه مع كرمله في نفس الوقت كده. شايفين بقى كده؟ نقلب بقى فيه لغاية ما يفك كل السكر اللي معانا. بس شايفين بقى كده اللون معانا ده كده اللون اللي احنا عايزينه. نقلب بقى كده كله مع بعض. هنقلب بقى. شايفين بقى لون الكرمله؟ لو انت مش عايزه تتعبي نفسك في التقليب كتير في الخروب، هتكرملي السكر حلو قوي، هتكرمليه لغايه ما ياخد معاكي اللون بني كده، وبعد كده تحطي الخروب تقليبه واحده وتضيفي بقى الميه. لكن انا بحب ايه؟ يعني اخد الخروب برضو ايه تقليبه كده مع السكر، يكرملوا مع بعض بيدي طعم احلى. نقلب بقى كده لغايه ما ياخد معانا اللون البني ده كده. بس كده بقى هنزود ايه؟ معانا الميه. بسم الله. زود ميه كمان كده لغايه ما يغطيه كله.
كده بصوا شايفين هو كده ماسك في قلب بعضه كده، اول ما يغلي بقى هيفك على طول. لو انت مش عايزه الخطوه دي ممكن تحطي ميه سخنه هتخليه يفك معاكي بسرعه. فانا هنسيبه كده يغلي ويفك من بعضه وارجع لكم. هنا غلى معانا اهو كده زي ما انتم شايفين، ابتدى يفك بقى كده وغلى معانا. هنسيبه يغلي شويه بقى لغايه ما ننزل كل الخروب، ينزل كل العصاره اللي فيه والطعم اللي فيه في الميه. فهنسيبه يغلي شويه وبعد كده اقول لكم نعمل فيه ايه ان شاء الله. اهو كده بصوا غلى معانا كده، غلى معانا كويس قوي ونزل كل الطعم بتاعه في الميه بتاعتنا او في الميه المغليه بتاعتنا دي. كده بقى هناخده بقى واقول لكم هنعمل فيه ايه ان شاء الله. بس اهم حاجه لازم يغلي كويس جدا علشان ينزل الطعم بتاعه كله معانا، يعني مش غلوه خلاص، لا خليه يغلي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونه بقى بيبان ان لونه كده حلو بني معانا. خطوه الكرمله دي بتفرق جدا على فكره في الطعم وفي اللون كمان. اهو كده بعد ما غلى معانا بقى كويس قوي كده زي ما انتم شايفين بقى كده، واللون بتاعه ابتدى يغمق تاني. شايفين بقى لونه بقى عامل ازاي. بس انا هطفي عليه بقى وهسيبه كده ايه يعني يهدى كده شويه حوالي نص ساعه، وزي ما يكون منقوع يعني زي ما يكون منقوع في الميه بتاعته. هنسيبه بقى كده يتنقع في الميه بتاعته شويه بعد ما نطفي عليه، واقول لكم بعد كده هنعمل فيه ايه. بس دي خطوه مهمه ان انت بعد ما تدفع ليه ما تعملوش على طول، خليه في الميه بتاعته ينزل الطعم واللون بتاعه كده في الميه بتاعته. هنا معانا حله بقى هنصفي فيها كده، ومعانا مصفى هنحط فيها بقى ايه شاشه كده تكون نضيفه طبعا. نجيب بقى الخروب بتاعنا كده بعد ما هدى شويه. بسم الله. هنعصر بقى كده تك عليه، بس هي سخنة شوية تك بقى ننزل كل اللي فيها. معنا كده هننزل ده تاني هنا. ده طبعا مش هناخده كده نرميه، يا اما هتحطي عليه ميه وتغليه تاني على النار، يا اما هنمسكه بقى كده بايدينا ونفضل نفرك فيه ننزل بقى ايه كل ده. يعني سيبيه هنا شويه بس عشان ميبقاش سخن على ايدك، وتمسكيه بقى تدعكي فيه تنزلي كل اللي جوه الخروبه ده، تنزلي كل اللي جوه ده هندعك فيه جامد لغايه ايه ما ننزل كل اللي جوه. وبعد كده نحط عليه شويه ميه. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. انا هدعكم بس كده عشان ما اطولش عليكم بايدي، هنزل كل اللي فيه واقول لكم هنعمل فيه ايه. هنا بقى بصوا انا خدت الخروب، يا تضربيه بقى يا اما تدعكيه بايدك جامد قوي تفركيه جامد قوي، يا اما تضربيه بالهاند بلندر او تطحنيه في الخلاط. بس يعني ايه مش طحنه ما تنعموش قوي يعني كده، بس تنزلي ايه تخلي الخروبه تنزل كل الطعم اللي فيها في الميه بتاعتك. هزوده بقى شويه ميه تاني، بس لازم قبل ما تضربيه في الخلاط او الهاند بلندر تزودي شويه ميه عشان ميبقاش ناشف عليهم. ماشي، هنزود بقى شويه ميه كمان حوالي كوبايتين ميه كمان، واغليه على النار غلوه كمان واصفيه بقى وارجع اقول لكم هنعمل ايه. وادي العصير بتاعنا اهو بعد ما خلص، او الخروب بتاعنا بعد ما خلص. شايفين بقى بصوا القوام بتاعه، اللون بتاعه تحفه طبعا.
وعاملينه حلو تقيل مش خفيف يعني. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم، ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.